يبقى معنى كده اللي معاه فلوس وما بيعملش إطعام للمساكين يبقى ده مكذب بالدين؟ اه طبعا اه طبعا اه ما احنا قلنا التكذيب انواع، قلنا ان التكذيب انواع كما ان الشرك انواع، ما هناك شرك اصغر ايوه وهناك طبعا. شرك اكبر. الشرك الاصغر قد يدخل فيه الرياء. لا يعني يقول لك ايه، اصله في حاجات انت تتحاسب عليها نعم وفي حاجات عملتها خدت ثوابها، ما عملتهاش خلاص نعم لا شيء عليك. نعم فاطعام المساكين نعم للاغنياء نعم يتحاسب عليه ولا لا شيء لا عليه؟ يتحاسب عليه، يتحاسب عليه، لا سيما في أيام الأزمات وفي أيام الشدائد وفي أيام المحن. هناك أيام قد تكون يعني ده مش السنة، نوافل، لا ده مش لا ما هو زيادات، لسه كنت ده أقول مش لحضرتك، هناك أيام قد تكون السنة فيها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ايوه وهناك أيام قد تكون السنة فيها يثاب فاعلها ويلام تاركها، وهناك أيام قد تكون السنة فيها يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. كيف؟ إذا اشتدت بنا المحن ونزلت بنا الأزمات وتعددت بنا الابتلاءات وبخل أهل الغنى بأموالهم اللهم إلا عن الزكاة، ولم تكفي الزكاة هؤلاء الفقراء، وظل الفقير على فقره، أو ظل هناك من يحتاج إلى إمداد، أقول لماذا جعل الله أبواب الصدقات؟ لماذا جعل الله الأبواب الأخرى غير الزكوات؟ جعلها الله لهذا الباب، فإذا تكاسل أصحاب الأموال بأموالهم عن أداء ما كلفوا به ولو على سبيل النفل أيام الأزمات، صارت في حقهم ملامة، وصارت في حقهم محنة وأزمة. ولذلك يعلمنا هذا أن المؤمن درجات، فقد يكون مسلما وقد يكون مؤمنا وقد يكون محسنا، وهكذا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. ما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضطر أن يستدين من أجل أن يعطي مسكين؟ هذا أمر لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها، وسعه. والنبي صلى الله عليه وسلم فقير، يرى الجميع طعامه، ويسمع الجميع حديث أمهات المؤمنين، كنا يمر بنا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله نار. لم يكن رسول الله أفخم منهم ثيابا، ولم يكن أفخم منهم طعاما، وإنما حاله كحالهم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين ليعطيهم، ليعلم الصحابة أنه من لم يهتم بأمر أيوة المسلمين فليس منهم.